بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. شرح كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع. لقاء مع فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان. الدرس 187. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله إلى حلقة جديدة من شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع لفضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. في مطلع هذه الحلقة نرحب بفضيلة الشيخ، فحياكم الله شيخ صالح. حياكم الله وبارك فيكم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب القضاء. وقد تقدم معنا في الحلقة السالفة ما أفضتم به عن أهمية القضاء واحتياج الناس إليه، ولزوم نصب ولي أمر المسلمين قاضيا يقضي بينهم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وهو فرض كفاية يلزم الإمام أن ينصب في كل إقليم قاضيا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. في الحلقة السابقة تكلمنا عن أهمية القضاء في الإسلام والضرورة إليه، وأن الله سبحانه وتعالى أنزل كتابه ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، وهذا من رحمته سبحانه وتعالى بعباده ولطفه بهم، حيث إنه لم يكلهم إلى أنفسهم ولا إلى بعضهم، وإنما حكم بينهم سبحانه وتعالى بحكمه الشرعي في كتابه المنزل، كما حكم بينهم بحكمه القضائي في قدره السابق سبحانه وتعالى. فالقضاء فرض كفاية، بمعنى أنه واجب على الأمة الإسلامية حتما، لا يجوز لهم تركه والتحاكم إلى غير كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، من أهوائهم ورغباتهم ونزعات بعضهم، بل إنه حكم شرعي على جميع الأمة، إذا تركته فإنها تأثم جميعها، لأنها لم تقم شرع الله سبحانه وتعالى. أما إذا قام به من يكفي فإن الإثم يسقط عن الباقين، لأن المقصود وجوده، فإذا تحقق وجوده على المطلوب الشرعي فإن هذا يكفي والحمد لله. فإذا وجد قضاة مؤهلون يقومون بالفصل بين الناس والحكم بينهم، فإنه حينئذ حصل المقصود وبرئت ذمة الأمة من هذا الواجب العظيم. هذا معنى قوله أن القضاء فرض كفاية، يعني ليس فرضا عينيا يجب على كل واحد، وإنما هو فرض على مجموع الأمة، فإذا قام به من يكفي منهم حصل المقصود وسقط الإثم عن الباقين والحمد لله. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وهو فرض كفاية يلزم الإمام أن ينصب في كل إقليم قاضيا. نعم، والقضاء هذا من صلاحيات الإمام العام للمسلمين، وهو الخليفة أو الأمير. ولي الأمر هو الذي يفصل بين المسلمين الحكم الشرعي إذا تيسر له ذلك، فإن لم يتيسر له ذلك فإنه ينصب القضاة، يختار القضاة للمسلمين
كما كان الخلفاء الراشدون لما اتسعت رقعة الخلافة في البلاد الإسلامية، صاروا ينصبون في كل إقليم قاضيا. فهذا من صلاحيات الإمام، إما أن يقوم به بنفسه إذا أمكن، أو أن يوكل غيره من أهل العلم الذين تتوفر فيهم شروط القضاء، فينصب في كل إقليم، يعني في كل منطقة أو كل مقاطعة ينصب فيها قاضيا يؤدي هذه المهمة، يفصل الخصومات وينهي النزاعات ويقيم الحدود إلى غير ذلك من الصلاحيات التي ستأتي. ولا يجوز للإمام أن يترك بعض الأطراف أو بعض البلاد بدون قاض، لأن هذا يؤدي إلى فساد وإلى ضياع حقوق وإلى تسلط الظلمة، فلا بد أن يعين من القضاة من يكفي في كافة بلاد المسلمين، بحيث لا يبقى بلاد ليس فيها قاض. نعم، صلى الله عليكم. قال: ويختار أفضل من يجده علما وورعا. نعم، ويجب على الإمام أن يختار للقضاء المؤهلين له علميا ودينيا، بأن يكون عالما وأن يكون تقيا يخاف الله عز وجل، فليس كل عالم يصلح. نعم، ولا يجوز تولية الجاهل، بل لا بد من توفر الشرطين في من يولى القضاء: العلم والتقوى والورع، حتى يحصل به المقصود من ولاية القضاء. فليس كل عالم يصلح إذا كان دينه ناقصا، وليس كل عابد وتقي يصلح إذا كان علمه ناقصا، بل لا بد من توفر العلم وتوفر التقوى حسب الإمكان. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. والإمام يجتهد في اختيار القضاة ويختار الأمثل فالأمثل في كل وقت بحسبه، فيولي أعدل من يجد بالنسبة لغيره، ولو لم يكن على المستوى المطلوب 100%، لأن هذا قد يكون متعذرا، ولكن يختار من يجده الأمثل فالأمثل. الله جل وعلا يقول: فاتقوا الله ما استطعتم، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. ولا شك أن القضاء وسائر الوظائف أمانة يجب أن لا تسند إلا إلى من يقوم بها، ويكون فيه مؤهلاتها. قال الله جل وعلا: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. هذا أمر لولاة الأمور، إن الله يأمركم، أي ولاة الأمور، أن تؤدوا الأمانات، أي أن تسندوا الوظائف إلى أهلها ممن يقوم بها على الوجه المشروع، فسماها أمانات. وفي الحديث: إذا أسند الأمر إلى غيره فانتظر الساعة. نعم، أحسن الله إليكم. يذكر قولك بأنه أخذ الإمام أفضل من يجد ولو لم يكن 100%. أي نعم، أن عمر بن عبد العزيز رحمه الله كتب إلى بعض ولاته أن ولي الفقهاء. نعم. قال: يا أمير المؤمنين، هم خونة. قال: ويلك، إن كانوا خونة فغيرهم أخون منهم. نعم، صحيح، هذا صحيح، يعني أن الفقهاء محل الثقة، هم خيرة مجتمعهم، هم خيرة مجتمعهم، وهم محل الثقة، ويحسن الظن بهم، وما يكون من تقصير فإنه يرجع إليهم، هم المسؤولون عنه أمام الله. نعم، صلى الله عليكم. قال: ويأمره بتقوى الله، وأن يتحرى العدل ويجتهد في إقامته. نعم، ما مر أن ولي الأمر ينصب في كل إقليم قاضية يعطي
أن تولية القضاة من صلاحيات الإمام. نعم. هو الذي يولي، ولا يجوز لأهل البلد أو أهل المنطقة أن يولوا بدون إذن الإمام أو بدون تفويض الإمام، بل لا بد أن يرجع في هذا إلى الإمام، فهو الذي يولي لأن هذا من صلاحياته، ولأن الله قال إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، فدل على أن تولية الأمور وتولية الأعمال هي من صلاحيات ولي الأمر، وهي في ذمته وهو مسؤول عنها يوم القيامة. نعم. قال ويأمره بتقوى الله وأن يتحرى العدل ويجتهد في إقامته. فإذا ولاه واختاره فإنه يوجهه بأن ينصحه ويعظه ويذكره، فيأمره بتقوى الله والعدل بين الناس، تحري العدل والنزاهة في أحكامه، فيوجهه بهذه التوجيهات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أمر أميرا على جيش أو سرية يأمره في خاصة نفسه بتقوى الله، ثم يأمره بالسيرة الحسنة مع الجنود، وأن يرفق بهم، وأن يختار لهم المنازل المناسبة إلى غير ذلك. فهذا يدل على أن ولي الأمر بعد أن يولي من يولي من القضاة أنه يوجهه بالنصيحة ويرسم له الخطة التي يمشي عليها حتى يكون ذلك حافزا للقاضي ومذكرا له لئلا يتساهل في هذا الأمر. نعم. قال فيقول وليتك الحكمة أو قلدتك الحكمة ونحوه. صيغة التولية الصريحة أن يقول وليتك الحكمة أي القضاء، أو قلدتك الحكمة في محل كذا وكذا، هذه صيغة قولية صريحة. نعم. ويكاتبه في البعد. هذا إذا كان حاضرا فإنه يخاطبه ويقول وليتك الحكم أو قلدتك الحكم في محل كذا وكذا، ويوصيه بتقوى الله عز وجل. وإن كان المولى بعيدا ليس حاضرا عنده في المجلس فإنه يكتب له التولية، بأن يكتب له هذه الصيغة فيقول وليتك أو قلدتك أو نصبتك في هذا الأمر، مع وصيته بتقوى الله في الكتاب. نعم. وتفيد ولاية الحكم العامة الفصل بين الخصوم وأخذ الحق لبعضهم من بعض، ويؤخذ يعني أن ولي الأمر يقول وليتك أو قلدتك، يؤخذ من قوله تعالى يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. فهذا الله جل وعلا خاطب داود بأنه ولاه الخلافة في الأرض، يعني الحكم بين الناس، وأوصاه سبحانه وتعالى بأن يحكم بين الناس بالعدل وأن يتجنب الهوى والحيف. فيؤخذ من هذا أن ولي الأمر يقتدي بهذه الآية فيقول للقاضي وليتك، إما شفهيا وإما كتابة، ويوصيه بتقوى الله عز وجل وسيرة العدل إما شفهيا وإما كتابة. نعم. أحسن الله إليكم. قال وتفيد ولاية الحكم العامة الفصل بين الخصوم. هذه صلاحيات القاضي، صلاحيات القاضي تكون بحسب ما يوجهه به ولي الأمر، فيجوز أن يوليه عموم الأحكام في عموم البلدان، فيقول وليتك الأحكام القضائية في جميع المملكة، هذا إذا أمكن. نعم. وهذا يسمى عموم النظر في عموم العمل، وهذه أكمل الولايات. ويجوز أن يوليه خصوص النظر في خصوص العمل، كان يقول وليتك عقود الأنكحة في هذا البلد، هذا خصوص النظر
في خصوص العمل، ويجوز أن يوليه خصوص النظر في عموم العمل، كأن يقول وليتك النظر في الأوقاف في جميع البلدان. هذا عموم النظر في هذا خصوص النظر في عموم العمل. والعكس هو الرابع، أن يوليه عموم العمل في خصوص النظر، كأن يقول وليتك جميع الأحكام في هذه البلدة. فصلاحيات القاضي لا تخرج عن هذه الأحوال الأربع، إما عموم النظر في عموم العمل، وإما خصوص النظر في خصوص العمل، وإما خصوص النظر في عموم العمل، وإما عموم العمل في خصوص النظر. وقد مثلنا لكل نوع منها بمثال. نعم. والقاضي لا يتعدى هذه الصلاحيات التي منحت له من ولي الأمر. فإذا كان مثلا ولاه النظر في الأنكحة، فلا يتعداه إلى النظر في الخصومات والنظر في الأوقاف والنظر، وإنما يقتصر عمله على الذي حدد له. نعم. قال: وتفيد ولاية الحكم العامة الفصل بين الخصوم وأخذ الحق لبعضهم من بعض، والنظر في أموال غير الراشدين، والحجر على من يستوجبه لسفه أو فلس. نعم، هذا كما ذكرنا عموم النظر، عموم النظر في عموم العمل. فإذا ولاه جميع الأمور القضائية في جميع البلاد فإنه يتقلدها كلها كما قال المؤلف. نعم. قال: وتفيد ولاية الحكم العامة. نعم. الفصل بين الخصوم، هذا أول شيء، الفصل بين الخصوم، هذه من صلاحيات القاضي، أنه إذا تنازع اثنان فأكثر أنه ينظر في النزاع ويفصل بينهما. نعم. وأخذ الحق لبعضهم من بعض، كذلك من صلاحيات القاضي أنه يأخذ الحق لبعضهم من بعض. فإذا كان لأحد دين على أحد، أو عنده له وديعة أو غير ذلك من الحقوق، ثم إنه تلكأ في أداء هذا الحق، فإن القاضي يأخذ الحق منه ولو بغير رضاه، يأخذ الحق منه ويؤديه لمستحقه، لأن هذا من الإنصاف ومن إزالة الظلم. نعم. والنظر في أموال غير الراشدين، كذلك من صلاحياته أنه ينظر في أموال المحجور عليهم لسفه، محجور عليهم لسفه، سواء كان لحظهم أو لحظ غيرهم من الغرماء، فهو الذي ينظر في أموال السفهاء بما يحفظها وينميها ويقوم على توزيعها على الغرماء. نعم. والحجر على من يستوجبه، وكذلك من صلاحياته أنه يحجر، بمعنى يمنع من يستوجب الحجر في أمواله، كالصغير مثلا يحجر عليه لحظ نفسه، وكذلك السفيه الذي لا يحسن التصرف في ماله ويبذره يحجر عليه وينفق عليه من ماله حتى يزول السفه أو يزول الصغر ويزول المانع فيدفع إليه ماله. نعم. قال: والحجر على من يستوجبه لسفه أو فلس، لسفه كالصغير وغير العاقل، هذا للسفه. نعم. والفلس هذا في المفلس الذي يكون ماله أقل من ديونه، إذا كان ماله أقل من ديونه وطالب الغرماء فإن القاضي يحجر عليه في أمواله فلا يتركه يتصرف فيها ببيع ولا هبة ولا غير ذلك لئلا يضر بالغرماء، هذا يسمى حجر السفه، حجر الفلس. الفلس يسمى حجر الفلس، والأول يسمى حجر السفه والصغر، والأول يسمى الحجر لحظ النفس، لحظ المحجور عليه، والنوع الثاني يسمى الحجر لحظ الغير، أي للغرماء وأصحاب الحقوق. نعم. سبحان الله. قال: والنظر في وقوف عمله، كذلك من صلاحيات القاضي أنه ينظر في الأوقاف التي في محيط عمله فينفذ الأوقاف على ما أو على ما وقفها الواقفون على حسب شرط الواقف ما لم يكن شرطه مخالفا للشرع،
فإنه يتولى الأوقاف إلا إذا كان على الوقف ناظر أقامه الواقف، فإنه يبقيه لكن يكون من ورائه ويلاحظه. هنا قال والنظر في وقوف عمله ليعمل بشرطها. الوقوف عمله جمع وقف، وعمله يعني مكان ولايته، مكان ولايته. فكل الأوقاف التي في مكان ولايته هو المسؤول عنها، وينفذها على شرط الواقف. ما لم يكن شرط الواقف فيه خروج عن حدود الشرع. نعم. وتنفيذ الوصايا. وكذلك من صلاحياته أنه ينفذ وصايا الموصين بعد موتهم على ما أوصوا به. نعم. وتزويج من لا ولي لها. كذلك من صلاحياته أنه يزوج النساء اللاتي ليس لهن ولي من أقاربهن. فالمرأة يزوجها قريبها من عصبتها، قريبها الذي من عصبتها، الأقرب فالأقرب. فإذا فقد عصبتها ولم يبق لها ولي من النسب فإن القاضي يتولى تزويجها، لأنه ينوب مناب وليها. نعم. وإقامة الحدود. من صلاحيات القاضي أيضا أنه يقيم الحدود على من ثبتت عليه، كحد الزنا وحد السرقة وحد المسكر غير ذلك، فهذا من صلاحياته. ولا يجوز أن يقيم الحدود غير القاضي وغير ولي الأمر، لأن هذا يلزم منه الفوضى. ولا يقال إن هذا من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. نعم. بل نقول إن هذا هو المنكر وهذا هو الفوضى. فإقامة الحدود والتعزيرات هذا من صلاحيات ولي الأمر أو من ينيبه. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتولى إقامة الحدود أو يوكل من يقيمها نيابة عنه. نعم. وإمامة الجمعة والعيد. كذلك من صلاحياته أنه هو الذي يصلي يأم الإمامة العامة كصلاة الجمعة. صلاة الجمعة يقوم بها القاضي نيابة عن الإمام، وكذلك صلاة العيد يقوم بها القاضي نيابة عن الإمام، إلا إذا كان هناك إمام معين في هاتين الوظيفتين فإنه يتركه على إمامته. أما إذا لم يكن هناك إمام مرتب فإن المخاطب بالإمامة والذي يقوم بها هو القاضي في البلد. نعم. والنظر في مصالح عمله بكف الأذى عن الطرقات. وذلك من صلاحيات القاضي النظر في مصالح عمله، بأن يتولى الطرقات ويزيل ما فيها من العراقيل والأذى والحفر وما يضر بالمارة. إذا لم يكن هناك مسؤول البلدية كما في عصرنا الحاضر، فإن الصلاحيات الآن وزعت، فصار النظر في الطرقات وأمكنة البيع والشراء والنظر في المكاييل والموازين وغير ذلك أصبح هذا من صلاحيات البلديات. وإنما كلام المؤلف هذا في الزمان الماضي حيث لا يوجد بلديات ولا يوجد توزيع مسؤوليات، فإنها ترجع كلها المسؤوليات العامة ترجع كلها إلى القاضي لأنه نائب الإمام. نعم. قال ويجوز أن يولي القاضي عموم النظر في عموم العمل. هذا كما سبق. نعم. نعم. ويولي هذا هو الذي شرحه فيما مضى. نعم. قال ويجوز أن يولي القاضي عموم النظر في عموم العمل ويولي خاصا فيهما. خاصا فيهما يعني يولي خاصا في عموم العمل كالأنكحة في جميع البلدان، أو خاصا في خاص كالأنكحة في بلد معين، أو عموم النظر في خصوص العمل كأن يولي جميع الأحكام القضائية في بلد واحد معين لا في جميع البلدان. هذا كله قد بيناه وشرحناه. نعم. قال ويولي خاصا فيهما أو في أحدهما. نعم. قلنا إن أنواع التولية القضاء أربعة: عموم النظر في عموم العمل،
خصوص النظر في خصوص العمل، خصوص النظر في عموم العمل، عموم العمل في خصوص النظر. هذه أربعة أنواع من أنواع الولاية، وتتحدد تصرفات القاضي بحسبها. نعم، أحسن الله إليكم شيخنا وجزاكم خيرا. أيها المستمعون الكرام، إلى هنا نأتي إلى نهاية هذه الحلقة من شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع لفضيلة الشيخ صالح الفوزان. شكر الله لشيخنا ما تكرم به من البيان، وشكر لكم حسن استماعكم، ونفعنا وإياكم بما نقول ونسمع. حتى نلقاكم في حلقة قادمة إن شاء الله، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.